مشاهدينا السلام عليكم وعيد غدير مبارك، كل عام وانتم بخير. الى الله الاعظم والاكبر، كل التحيه والشكر الى الزميل كرار محسن، وانتقلنا من استوديو قناه الايام الفضائيه الى ساحه التحرير قلب العاصمه العراقيه بغداد، ومن حديقه الامه احتفالات مركزيه بهذا اليوم المبارك. تجمع بغدادي كبير جدا من مختلف المناطق العراقية من الكرخ والرصافة متواجدين اليوم في ساحة التحرير إحياء لذكرى عظيمة، ذكرى إسلامية كبيرة، وهو تنصيب الإمام علي خليفة أول للمسلمين. طبعا أكيد راح نلتقي مع الحاضرين والمحتفلين في هذا اليوم المبارك ونشوف أمنياتهم وحقيقة تحضيراتهم لهذا اليوم. تفضل يا من أستاذنا، السلام عليكم، عيدك مبارك. نهنئ العالم الاسلامي والمراجع العظام لا سيما بقيه الله في ارض الامام الحجه عجل الله فرجه بهذه المناسبه الكريمه، وهي ولايه امير المؤمنين عليه السلام، وهو عيد الله الاكبر، عيد الغدير. نعم، الاجواء اليوم مختلفه الاجواء، يعني ما شاء الله هذه السنه اكو احتفالات كبيره في العاصمه بغداد. الاحتفالات في جميع انحاء العالم بهذه المناسبه الكريمه وهي عيد الولايه، عيد الله اكبر. اليوم هو تنصيب الامام علي بن ابي طالب عليه السلام للولايه بعد الرساله التي اكملها رسول الله الاعظم صلى الله عليه واله. قد انتقلت مرحله الرساله والنبوه الى مرحله الامامه، اي بمعنى اكمال الدين، وذلك فيها ايه قرانيه صريحه: اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم هو اكمال واتمام هذه النعمه المباركه. لماذا اليوم احنا اليوم نسمي عيد الغدير بعيد الله الاكبر؟ باعتبار انه الدين الاسلامي اعتمد على هذه الركيزه الاساسيه، هي عيد الولايه، هي عيد تنصيب امير المؤمنين، وهو لاكمال المسيره التي بداها الرسول الاعظم، استمرت بولايه علي بن ابي طالب عليه السلام وإمامته إلى ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه. أريد أعرف اليوم رأيك بهذه الأجواء خاصة في ساحة التحرير. هذه الأجواء هي أجواء احتفالات إيمانية حقيقية فيها روحانية كبيرة، هي فيها عمق عقائدي لكل مؤمن، ليس فقط للشيعة ولكن للعالم أجمع، أنه هذا يمثل العبق الإسلامي الحقيقي والعقائدي لكل المؤمنين في العالم، المؤمنين وليس فقط، ولكل المؤمنين الذين يعتقدون اعتقادا راسخا بان الامامه هي اكمال للرساله. امنياتك بهذا اليوم المبارك؟ امنياتنا ان تستمر هكذا احتفالات في جميع انحاء العالم لكي تصل رساله الرسول الاعظم الى العالم اجمع بان الرساله لم تنتهي وانها مستمره بوجود ائمه اهل البيت عليهم. اليوم يوم الجاي بهذا المكان. اليوم يعني احتفال عائلي اليوم مع العائله موجودين في هذا المكان المبارك، وهو مكان شعبي لكل الشعب العراقي، يعتبر رمز من رموز بغداد. نعم، متحولة جميلة ساحة التحرير بهذه المناسبة. نعم، هاي فيها روحانية، فيها نفحات إلهية هذا المكان. اليوم نجد فيه جميع المؤمنين والمؤمنات يحضرون في هذا المكان لإكمال هذه المراسم الإيمانية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يخليك. طبعا أحب المشاهدين يعني مثل ما تشاهدون بمختلف المناطق العراقية زاروا هذا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عرفنا عن محمد راضي المقصود. من وين يا منطقة؟ بغداد. كماليه. كماليه، اليوم جيت هنا، عجب اختاريتوا هذا المكان؟ والله شفنا بالتواصل الاجتماعي اكو مهرجان يحيي عيد الغدير بحديقه الامه باب شرجي، وحبينا نشارك. لحد الان هو تقريبا حيبدي المهرجان، رايك بالنظره الاولى على المهرجان؟ والله كلش حلو، يعني فد شيء مختلف، فد شيء فرحه، فد شيء بهجه سرور، وهذا اليوم المبارك. جيد، شفت العدد حلو، حضور عدد من المختلف، ويا من جاي؟ طبعا انا واصدقائي العدد كلش حلو. نعم، مو بس عدد وانما نوع. نعم، يعني شفت شباب، شفت رجال دين، شفت عوائل، شفت اطفال، الحمد لله والشكر، يعني هذا شيء فرح. انت عجبك نوعيه الحاضرين؟ نوعيه مؤمنين بقضيه الامام علي. بالضبط بالضبط بالضبط. نوعيه. امنياتك بهذا اليوم المبارك؟ والله هي عندي امنيه عامه، هي امنيه وحده الاسلام، وحده الشعوب الاسلاميه. احنا اليوم اللي ضعف بلدنا، واللي ضعف الاقليم يعني الدول الاقليميه، واللي ضعف المجتمع العربي، هي التفرقه. احنا كل شعب بصفحه صاير. يعني اليوم انت بوجهه نظرك اليوم نقدر نستثمر يوم الغدير للوحده الاسلاميه؟ بالضبط بالضبط، احنا هيك مناسبات نستغلها لبث الوحده ولنبذ التفرقه. ممتاز. ابي هيك يوم. شكرا جزيلا لك على هذا الكلام. حبيبي حبيبي. الله يحفظك. احبتي المشاهدين، أمنيات الناس أغلبها تكون بوحدة المسلمين بهذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم، يوم تنصيب الإمام علي عليه السلام. اليوم بغداد غير شكل، اليوم محور بغداد هو الإمام علي عليه السلام. السلام عليكم. السلام حبيبي. شنو هالزي هذا اليوم الحلو؟
هاي زينه مو احد يعني. شنو هذا الزي؟ يعني كل موكب وزي. انتم موكب؟ اي موكب. شنو موكبكم؟ شو اسمه؟ موكبنا موكب يعني يوم الغدير. يوم الغدير؟ يعني انتم موكبكم مختص بيوم الغدير لو تشاركون بالمحرم؟ محرم عندنا موكب كافه المناسبات. شنو يقدم الخدمات هذا الموكب؟ يوم موزعنا اعلام، شرايط، هذين الخضر، كل شيء. ما نطيتوني وحده اليوم. انت توك جيت. والله. تعطوني وحده ورا التوصيل. جيد، صار لك كم سنه تخدم بهذا الموكب؟ والله صح انا بعدنا صغير بس صار لي 4 سنين. 4 سنوات. كل سنه نخدم. شنو رايك بالاجواء؟ والله اجواء تخبل والعالم حلوه وهاي السوالف، لاكو مشاكل. ونحيي قواتنا الامنيه وهاي السوالف. ممتاز، حلو انتشار قوات الامنيه اليوم. انتشار حلو. امنيتك اليوم انت، اليوم شو اسمك انت؟ محمد. انا محمد. امنيتك اليوم بهذا اليوم المبارك؟ امنيتي الشعب الاسلامي يعني ينتشر ونتوحد ونصير كنا عراقيين و... ان شاء الله واسلام تحت رايه الامام. تحت رايه الامام علي. شكرا جزيلا. يا علي حبيبي. الله يخليك. ما شاء الله، مثل ما قال اخويا قبل قليل انه اللي يهمنا اليوم هو نوعيه الحاضرين في ساحه التحرير، شاب مؤمن بقضية الإمام علي، بقضية الإمام الحسين عليه السلام، وهذا الشيء اللي اليوم نقدر حقيقة نحدد أهداف الدين الإسلامي حقيقة يوم من القلب العاصمة بغداد. السلام عليكم، شلونك؟ كل عام بخير. ألف مباركين أنتم كل الموالين. نتعرف بيك ومن وين؟ أنا حسين العطواني، طبعا أكيد حاضر اليوم مدعو لهذا المحفل الجميل الرائع اللي يخص عيد الولاية. طبعا هو تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أي منطقة؟ أنا من بغداد، بجسر ديالة. تقول أهلنا بجسر ديالة، ويا من جاي؟ أنا والله جاي ويا زملائي وأصدقائي هنا. أشارك هنا بهاي المناسبة، ومحفل استذكار طبعا. هو الإمام علي شخصية صوت للحق، صوت للعدالة، ويمثل وهذه الشخصيات الحاضرة هي تمثل وجودها هنا وتعبر عن فرحتها وسعادتها بهاي المناسبة. يوم الغدير هو يوم مميز وأحد الأفراح المهمة اللي لابد كل العالم يحتفل بهاي المناسبة ويحييها. ومشكورة الجهود اللي موجودة القائمين الأخوة الإعلاميين وكذلك القوات الأمنية الحاضرين للحفل، نساء وأطفال وشيوخ وكبار وصغار في السن، الكل يشترك ويتوحد في هذا اليوم السعيد البيت. يعني اليوم أنت تشوف ساحة التحرير غير شكل، اليوم زايد ابتهاجا وفرح. طبعا أكيد هاي المناسبات يزيد، وكل ما احنا نتمنى كل مناسبة وطنية دينية تكون بهذا المكان، باعتبار هذا المكان تحول إلى جمالية، واللي يزيد جمالية مثل هيك مناسبات حلوة. شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا لكم، الله يبارك. طبعا أحبة المشاهدين، أريد أقدم نصيحة اليوم لكل العوائل البغدادية، حالا التوجه إلى ساحة التحرير. الأجواء مختلفة، أجواء ملأها الفرح والسرور والابتهاج. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يخليك. أم دشداشة تخبر. تسلم يا عمري. أهلاكم الله بهذا اليوم المبارك، بعيد الله الأكبر الأغر وعيد الغدير إن شاء الله. حفظكم الله وجعلكم الله من مثواه مع أمير المؤمنين، جزاكم الله الخير. نتعرف بيكم من وين؟ مالكي من بغداد. وين بغداد؟ بيديات. على ساعة لا قريبين إن شاء الله. ويا من جاء؟ والله وحدي دزت الدعوة وجيت. الحمد لله. خليك اليوم كيف، اليوم كيف نستثمر يوم الغدير هذا اليوم العظيم؟ كيف نستثمر شباب مسلم؟ نستثمر يوم الغدير هو بالأول فرحة، فرحة كامة وعامة للجميع إن شاء الله وحفظكم الله فيها. نستثمرها ببعض الخطوات المذكورة بمفاتيح الجنان، منها الصيام، الغسل، قراءة دعاء الندبة، الصلاة ركعتين، وفيها الأجر العظيم. وفي الركعة الأولى من بعد الحمد القدر، والركعة الثانية من بعد الحمد التوحيد. ويقول الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه: من أطعم مؤمن بهذا اليوم كأنما أطعم الأنبياء والأوصياء والمرسلين. تخيل انت الاجر العظيم. يوم عظيم. تخيل الاجر العظيم. ومن صام هذا اليوم كمنما صام الدهر كله. الله صحيح. تخيل. ومن افطر صائما بهذا اليوم كانما افطر 60,000 صائم مؤمن. غير اجر. ما هذا عظم هذا اليوم؟ فانه فعلا عيد الله الاكبر، وانه رابع الاعياد، لان المسلمون عندهم عيد الفطر والأضحى والجمعة وعيد الغدير الأغر الأكبر، وأربعة يستحب فيهم قراءة دعاء الندب إمامنا صاحب العصر والزمان حفظكم الله. نعم. أريد أمنياتك الخاصة بهذا اليوم، إيش تتمنى؟
والله أتمنى يعني ظهور إمامنا أولا إن شاء الله، ويجعلنا الله من أرواحنا فداء متربه ترابه الفداء إن شاء الله، ويجعلنا ويثبتنا وإنا وإياكم تحت لواء أمير المؤمنين ومن الناصرين إلى الإمام الزمان إن شاء الله بهذا اليوم المبارك. كلامك عظيم وشكرا، حفظكم الله حبيبي، جزاكم الله خير الجزاء. ممنون. أحبتي المشاهدين، ما شاء الله، يعني شاب يتكلم بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الإيمانية، بهذا اليوم المبارك، اليوم العظيم، يوم الغدير، ومستمرين بأخذ تبريكات وتهاني الحاضرين. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ الله يسلمك يا حبيبي. يوم الابتسامة ما شاء الله. الله يسلمك. طبعا يوم سعيد وبهيج في ذكرى تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يحتفل المؤمنون، يهنئ المؤمنون العالم الإسلامي ومراجعنا العظام ومجاهدينا المرابطين في سواتر، لا سيما مجاهدي الحج. الله يستاهلون. طبعا هاي الفرحة، هاي البهجة لولاهم، ما لولاهم بجهودهم. أيوة. الله يسلمك. من وين وش اسمك؟ بغداد عبد الرحمن المالكي. عبد الرحمن المالكي، ما شاء الله، بحدك جيت ويا اصدقائك؟ لا مع اصدقائي طبعا. تتصورون هاي الاجواء وما شاء الله تفاجأتوا صراحة، يعني لاول مرة مهرجان الغدير يقام في نصب التحرير. اختيارك كان موفق. اختيار موفق، مكان حضور جماهيري، مكان ملفت للنظر. نعم. المكان الذي لا يملأه الاخيار يملأه الاشرار. فلذلك كان اختيار موفق من قبل اللجنة. نعم. في هذا المكان. نعم. شكرا جزيلا. نعم. الله يحفظك. ممنون. شكرا جزيلا، نتشرف بيها. احبتي المشاهدين، تفضل شيخنا، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يا رب، الثبات على الولايه وقبول الاعمال ان شاء الله. الله يخليك شيخنا، يوم مبارك، يوم عظيم، ساحه التحرير غير شكل هذا اليوم، جمال، ابتهاج، حضور مبارك من الناس. تهانيك وامنياتك بهذا اليوم؟ اولا هي التهاني لكل المسلمين بهذه المناسبه التي تعتبر المناسبه الاهم في تاريخ الاسلام. المناسبه ذات طابع عام، المتقدم يتاخر والمتاخر يتقدم، فلما اجتمع جميع المسلمين ممن حضر الحج قام وبلغ بولايه النبي صلى الله بولايه الامير سلام الله عليه. هذه مساله. المساله الثانيه، عندما ناتي لنبحث الايه القرانيه التي نزلت بخصوص هذا اليوم، نجد أن هذه الآية طابعها مختلف. المختلف بطابع الآية أن هذه الآية تحتوي على ثلاث جوانب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أولا لسان الآية شديد، يا أيها الرسول بلغ، أمر بالتبليغ. الأمر الثاني هنالك وعيد، إن لم تبلغ بولاية علي كأنك لم تبلغ بشيء، لا صلاة، لا صيام، لا حج، لا زك، كل اعتبر هذا الدين كله. وكأنه وهو صرح كمال الدين وتمام النعمة ورضا الله في تنصيب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا التنصيب ببعديه، البعد الديني والبعد السياسي، لأنه نصب قائدا وينبغي على الأمة أن تلتف حول هذا القائد في ذلك الزمان، لذلك فرض النبي صلى الله عليه وآله بيعة أمير المؤمنين في ذلك الزمان. وهذا مما يعني أن على الأمة الإسلامية أن تلتف حول المراجع العظام وحول القيادات الحقيقية المتمثلة بالمراجع العظام الجامعين للشرائط. المسألة الأخرى، سؤال، إذا هذا الأمر وهذا التنصيب إلهي من السماء، ليش البعض يعني ترك هذا التنصيب، بل نصب العدا لهذا؟ طبعا الله سبحانه وتعالى نصب آدم، وهناك من اعترض على تنصيب الله بلسان الله بتوجيه مباشر من قبل الذات المقدسة، وهناك من اعترض على الله لا نريد آدم. فالاعتراض وارد، هنالك كثير ممن لا يتبع طريق الحق. هذا لا يعني أن هنالك خللا في تنصيب آدم أو في خلل في آدم، بل خلل في المتبعين. كذلك علي بن أبي طالب نصبه رسول الله، ورسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو تنصيب إلهي لعلي بن أبي طالب. هناك من يعني سرى ومشى بنهج إبليس، وهناك من مشى بنهج آدم وأولاد آدم الصالحين. إن شاء الله نبقى على هذا النهج صلوات الله وسلامه. آخرا أن هذا العيد عيد للجميع، عيد للسنة، عيد للشيعة، عيد للمسلمين بجميع طوائفهم وفرقهم ومجاميعهم. وهنا هذه الساحة، ساحة التحرير وحديقة الأمة بعد حلتها الجديدة اللي أصبحت حلة عائلية، و وهي مركز من المراكز المهمة في بغداد، اجتمع الجميع في هذا المكان المهم
ليحيي ذكرى بيعة أمير المؤمنين، لنجدد في هذا اليوم البيعة للسيدين العليين السيد علي الحسين السيستاني والسيد علي خامنئي وجميع مراجعنا العظام هنا بهذا اليوم المبارك. فهنيئا لنا ولكم وهنيئا لكل من حضر وبايع وجدد البيعة للمولى أمير المؤمنين وللمولى صاحب العصر والزمان ونوابه. الله يحفظ. أحبة المشاهدين، طبعا مستمرين بهذه التغطية المباشرة، وأدعو من جديد العوالي البغدادية للحضور بأسرع وقت. ربي يخليك، ممنون منك، الله يحفظك، شكرا جزيلا. وأدعو العوالي البغدادية للتوجه إلى ساحة التحرير، أجواء مختلفة عن كل سنة حقيقة، ابتهاج جمال. طبعا احنا مستمرين بهذه التغطية ولكن بعد هذا الفاصل القصير. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين تغطيتنا، تغطية قناة الأيام الفضائية اللي تغطيتها اليوم مختلفة وبشكل كبير جدا. اليوم حضور قناة الأيام الفضائية في هذه الاحتفالات بمختلف المناطق البغدادية والمحافظات العراقية حقيقة يوم مبارك ويوم كبير جدا. شاهدنا على الطريق المسيرات اللي كانت بالسيارات اللي كانت مبتهجة ومحتفلة بعيد الغدير الأغار. أحبة المشاهدين مكملين ويا شبابنا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ مبارك. خير. لا طبعا. نتعرف بيك. حيدر. من وين حيدر؟ حيدر من بغداد. من بغداد. وين ببغداد؟ بغداد منصور. من منصور. تحياتنا لك. اليوم شنو زيك انت شنو تابع الموكب؟ تابع مركز هدف التدريبي. منو مركز شنو؟ هدف التدريبي. تعلمنا هذا شنو المركز؟ مركز تابع للحشد الشعبي. اها شنو شي يقدم لكم خدمات؟ يقدم لنا خدمات، يعني هو اسمه مركز تعليمي تدريبي بخدمة الناس. اي ايه. يعني تتطوعون تنظيف شوارع، تساعدون ايتام؟ اي نساعد ايتام. اليوم شنو محتفلين اليوم؟ اليوم محتفلين بعيد الغدير، نطف الجو. ربي يحلي. هنا وزعنا اعلام، وزعنا ذن التعاليق، وزعنا الإيلقات. اها حلو. هاي من هذول الإيلقات وزعنا الشعب العراقي. جيد. بعد ايش قدمتوا؟ مو سوى، يعني هو يقدم اشياء يعني. والله فرحان بهذا اليوم طبعا. نطفين الجو. امنياتك انت ايش تتمنى؟ اتمنى هو رب العالمين ايش يتمنى يسامح. يعني متزوج له؟ لا ما متزوج. ان شاء الله على العيد الغدير جاي عرس. اي وانت حاضر. الله يحفظك. تعال اخوه. شو صار منك؟ أنا ما أعرفه. أنت جاي حاضر هنا من وين؟ أنا من بغداد. وين بغداد؟ مدينة الصدر. من أهل المدينة. شو اسمك؟ اسمه حسن. حسن. شلون هالأجواء شفتها؟ أجواء أمن وأمان، والقوات الأمنية ما قصروا. حلو. والشيخ دكتور أمام حمود هم من عنده موكب هنا وما قصر يوزع. ربي يحفظه. رحم الله والديك. وأمن وأمان، وإخواننا الكراد موجودين. إيه. مين جايين الكراد؟ الكراد هذول جايين من كردستان. جايين محتفين اليوم. اتصح لنا اياهم خلينا نلتقي بيهم. تصيحون هناك. اتصح لنا اياهم. ايه هناك. وزعتوا شنو انت جاي بس مشارك؟ لا لا وزعنا شكليت، وزعنا يلقات. هاي مره. ما عندك يلقات؟ انا ما لابس هناك لبيتك. كنت اتعشى والله. كنت تحب لي ماما علي؟ ما حب يعني ما موصول. لا والله. اي والله. الله يحفظك. ممنون. تعال تفضل شوالنا. شلونك؟ يا حبيبي. من وين؟ من بغداد. وين بغداد؟ بلديات. بلديات ما شاء الله اليوم بلديات هواي. جاي ويا جماعتك؟ لا ويا عائلتك. ويا عائلتك. ربي يخليك ويحفظ عائلتك. يا موني. 2007. 2007 الله يحفظك. شي يمثل لك هذا اليوم؟ عيد الغدير شي يمثل؟ يمثل احتفالات ساحة امريكا، احتفالات العالم والعالم. ليش حلو ما بيش؟ والله ان شاء الله الله يخليك. والله يهديك. تراوينا شنو؟ هاي وزعتوا ولا استلمت؟ لا انا استلمت. اها ما شاء الله حلو. هاي المجلس الاعلى الاسلامي موزعها ما شاء الله. شيء حلو. راويها للكاميرا. راويها. حلو هاي لهم. تعالوا خلينا نشوف جماعتك شلونك. السلام عليكم. من وين؟ من بغداد. وين ببغداد؟ مدينة الصدر. ناقص احنا نعرف كليتنا ببغداد بس قول المناطق. بالعبيدي. بالعبيدي. ما شاء الله الرصافة اكثر اليوم من الكر. الله يخليك. شلون هالاجواء شفت؟ اجواء حلوة تخبل. اجواء حلوة تخبل كلش. حافظ لنا قصيدة شيء؟ ابد. شكلك رادود شاعر. ابد ابد. ربي يخليك. تشتغل لو طالب؟ لا والله اشتغل. اشتغل. شنو شغلك؟ كاسب عماله. ربي يحفظك ان شاء الله ويرزقك. الله يخليك. شنو امنياتك بهذا اليوم المبارك؟ يعني امنيات حلوه يعني. يعني تتمنى امنيتك الخاصه مثلا تلقى شغل او تتزوج؟ لا انا متزوج. ما شاء الله. ربي والله يحفظك. وظيفه يا رب. ان شاء, إن شاء الله. ان شاء الله تلقى شيء يناسبك. نعم طبعا أحبة المشاهدين للمعلومات اليوم ايضا حضور لموكب المجلس الاعلى الاسلامي اللي حقيقه وفر الكثير من الرايات اللي شاهدتوها وايضا الامور اليوم الاحتفاليه المهمه جدا. هلا
يصير ذب الكمامه لو لا يا غير اشوف وجهك اليوم هذا احتفال شلونك الله يحفظك اخبارك الله يخليك عيدك مبارك كل عام وانتم بخير صحه وسلامه غدير مبارك ان شاء الله بدوا قلبك للجميع ان شاء الله انتم مركز الهدف صح تقدموا المساعدات مساعدات اعلام نعم باجات عملكم فقط بالغدير لو بالايام الاخرى لا كل المناسبات كل المناسبات يعني محرم وغيره اي كل المناسبات جيد وين موكبكم هناك اي موكبنا قدام جيد شو الساعه اليوم بيسعة وصلتوا هناك وصلنا تقريبا 3 الظهر ايش وصلنا 3 الظهر اي جيد وصلنا اعلام وزنا واجات نعم اي كان لكم دور بترتيب الساحه اليوم لا هم لا. الجهود الخدمات الخدمات اي نعم احنا على بغداد وغيرها من هذا صح انا اليوم نشكر هن الحش الشعبي الامن الوطني إيه؟ على الحماية البكان الخاص ممتاز لعيد الغدير ونشكر الشعب العراقي بمناسبة عيد الغدير شنو امنياتك بهذا اليوم؟ انه يكون العراق امن يا رب ان شاء الله امن الجهود حشدنا وجيشنا وشرطتنا ان شاء الله ان شاء الله الله يخليك ممنون منك الله يسلمك تسلم الله شباب شلونك؟ فهد الشباب احبه المشاهدين شلونك؟ اخبارك؟ الله يحفظك تليفون شلونك؟ الله يحفظك الله يديم شو اسمك؟ احمد احمد من وين؟ من بغداد من المدينه احنا من بغداد كليتنا ببغداد من المدينه يا قطاع قطاع 11 يا محله يا زقاق هذا ابو النبوس طق لي الله يخليك ما شاء الله المصور من المدينه وانت من المدينه تحياتنا شلون هالاجواء شفتها ما شاء الله حلوه الاجواء التجمع العراقي واحنا جايين نجدد البيعه خلافك كل عام وانتم بألف خير الشعب العراقي بألف خير ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك اليوم انت مشارك لو يعني تقدم ايضا خدمات اليوم انا مشارك نعم. ان شاء الله المواكب وهاي الخدمات ما قصرت ونشكر الامن الوطني والحشا جميعا على هذا الامان حلو الانسيابيه دخول نعم. العالم نعم نعم قد عمرك اموالي انا 2007 يعني طالب بقى. نعم طالبي الله يخليك والله يوفقك الله يديم الله يعمرك احبة المشاهدين اكيد الاخوه مستمرين ويا يعني. شلونك عيدك مبارك علينا عليكم ان شاء الله الله يسلمكم ويحفظكم نتعرف عبد الرسول فرح من وين؟ من كربلاء من كربلاء اليوم ماكو كلها بغداد اليوم هنا ايش عجب هاي في اليوم كربلاء المقدسه ايضا بيها مهرجانات ايش عجب اليوم ببغداد مو كانت عندي شغل والله بالكليه فبقيت طولت هنا وكنت يوم صديقي اها والله صدفه حلوه اليوم كلش حلوه يعني نعم. وما شاء الله الاجواء كلش طيبه شلون شفت ساحه التحرير اليوم لطيفه بذكر محمد وآل محمد عليهم افضل الصلاه والسلام وهذه الذكرى الميمونه تتويج الإمام علي عليه السلام بخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحت حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه والأجواء ما شاء الله يعني تلم من وتكاتف الشيعة فيما بينهم تجد هنا الكثير من الأشخاص مختلف الفئات مختلف الأطياف مختلف الكبار والصغار لإحياء هذه الذكرى وهذا العيد الكبير الميمون بذكرى تتويج الإمام علي خليفة المسلمين نهنئ العالم الإسلامي ونخص بذلك شيعة أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام والله صل على محمد وآل محمد ويعجل فرج صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن والسلام عليكم ورحمة انت قلت لي انت طالب طالب وين جامعة بغداد جامعة بغداد يعني بال كلية العلوم الإسلامية مبيتك في جامعة بغداد مبيت بجامعة بغداد فاليوم صديقي والله قال هم وياي بالدوام فقال لي ما تبقى بال برا تبقى تجي نحتفل سوا فجينا بهاي الصدفة الحلوة ان شاء الله نحتفل بتخرجك الله يوفقك الله يوفقك جزاكم الله خير وممنونين ممنون الله يوفقك شلون حجينا كل عام وانت بخير سلمت مبارك عيدك ان شاء الله الله يخليك العالم هم يشوفون ان شاء الله اليوم شلون الاجواء شفت؟ والله احلى اجواء والعراق بخير الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى ان شاء الله بخير والازدهار احنا فريق بغداد شنو هذا الفريق؟ فريق بغداد دراجات هوائيه جيد يعني مشاركين انتم بهذا انا عضو انا عضو من الفريق مال بغداد ممتاز ايوه يعني حوالي 650 دراجه واحنا نكسب الشباب ايه. على مود هاي الشغلات الموزينه شغلات المخدرات هاي الكحوليات على مود انت كل شيء اي شيء للرياضه ننشرها يعني بغداد كلها نعم عندنا خمس فرق احنا فريقنا يعني تقريبا على اسيا نعم. لانه كل الدول العربيه ما مسويه هيك مهرجان نعم مهرجان كلش قوي نعم. يعني الاجواء الشبابيه شفت هنا ما شاء الله اكثرهم شباب كل هي شباب بس احنا نكسبهم على شو اسمه الاذاعه مالتكم يجون للفريق مالتنا باكثر كميه ان شاء الله بس هو هذا الشغل اللي مأخرهم خطيه ان شاء
الله. احنا نريد شنو فرصة عمل هاي الشباب هاي؟ اكيد يعني ما يصير هذا الشاب يظل هيك يعاني. يعني هاي امنياتك اليوم بيوم الغدير انه ما يشتغل. احنا طبعا ثاني احتياط على العالم، يعني حتى الجنين بطن امه عرف احنا ايش يصير بينا، وهذا كله ما يجوز طبعا. ان شاء الله بهذا اليوم المبارك تتحول الامور الى ايجابيه. اي والله، يعني الى متى؟ صار لنا 20 سنه. شكرا كابتن، الله يسلمك. ما اقول لك حجي كابتن، الله يخليك بدون امرك، الله يخليك. طبعا احبه المشاهدين، يعني لا سمع منكم صفقه لا شيء، ماكو اهدى اهدى جهه هاي الجهه. احبه المشاهدين شلونك؟ هاي تقول لك تسوي وياي لقاء؟ اي حافظ نشيد. نشيد؟ اي بس بس نشيد الوطني. يلا يلا قل لنا عن نشيد الوطني. نشيد الوطن، نشيد الوطن، وطني الغالي، وطني وطني، انا اهواه طول الزمن، وطني الغالي فيه افرح، وطني الغالي فيه ابي بارك واحفظ وطني وانصر شعبي طول الزمن. يا رب ينصر الشعب العراقي دائما. شو اسمك؟ امير. وانت شو اسمك؟ ليث. ليث، انت اخوك؟ ايه. اليوم شنو جاي محتفلين؟ ايه. اخذتوا اعلام؟ لا. ها؟ ليش يعيط؟ ليش يعيط؟ وح؟ ايه مصبر. الله يحفظك. طبعا احبة المشاهدين مستمرين وياكم، اطفال صغار كبار نساء شيوخ من مختلف المناطق البغدادية وحتى من المحافظات العراقية وصلوا الى العاصمة بغداد، ان كانت في الكاظمية او في ساحة التحرير او على حدائق ابو نؤاس او في الكرادة والمناطق الاخرى. ايضا هناك احتفالات كبيرة جدا حقيقة تحدثنا بها، ويرجع وقول دعوة للعوائل البغدادية الحضور إلى ساحة التحرير، لأن بعد دقائق أيضا هناك فعاليات كبيرة من مختلف المواكب، وكانت هناك أيضا مشاركة مميزة للمجلس الأعلى الإسلامي، مشاركة بموكب كبير جدا في وسط ساحة التحرير بتوزيع الأعلام وتوزيع كل الاحتفال الأمور اللي تخص احتفالات عيد الغدير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بألف ألف خير. الله يسلمك. عيد غدير مبارك. عيد غدير، عيد الكبير اللي عندنا، عند كل شيعة أمير المؤمنين وعند كل شيعة وسنة وكل العراقيين أجمع وكل العالم العربي. نعم. طبعا أريد بالبداية يعني جمتي مشاركة هنا. نعم. يعني كمواطن لو عندكم مثل الموكب. نعم. صراحة أنا اليوم جيت أشارك كل الشعب العراقي. نعم. كل شيعة أمير المؤمنين بمناسبة العيد الأكبر. نعم. إحنا نسميه هذا العيد الأكبر، يعني نفضله على عيد الفطر وأيضا عيد الأضحى. نعم. فاليوم أنا جاية كمشاركة مع العوائل، يعني ما جاية مشاركة كأنه أنا أستاذة في جامعة. فأشارك. أي جامعة؟ أنا أستاذة في جامعة بغداد كلية الهندسة الخوارزمية، مدرس مساعد. الله يسلمك. فاليوم جيت أشارك كل المواطنين باعتباري إنسانة عادية، وجيت باللبس العادي لأن أحب أشارك هاي الفرحة الكبيرة كل العراقيين وكل شبابنا. يستاهل أميرنا وإمام. أكيد أكيد أكيد، إحنا عندنا هذا نسميه العيد الأكبر. فكل عام وكل العراقيين وكل. دكتورة شلون شاهدت الأجواء؟ الأجواء روعة، ويا ريت سنويا وكل مناسبات أهل البيت يا ريت نسويها بهالمقام الكبير. نعم دكتورة، أنا راح أختم. نعم. شوية خلينا نوخر الدكتورة بعد، أريد ماكو هالهولة عراقية. هالهولة أكيد لازم. هالهولة عراقية. أمير المؤمنين صلوا على محمد وآل محمد، وهاي هالهولة اليوم الغدير. يستاهل يستاهل هاي. شكرا جزيلا، الله يحفظكم، الله يخليكم. أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي تغطية قناة الأيام الفضائية من ساحة التحرير، ولكن التغطية الاستثنائية للأيام مستمرة. تنتقل عدسة قناة الأيام الفضائية إلى الكرادة وحسينية آل مباركة، هناك حفل كبير وبهيج. ابقوا يعني.